وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة طات. عيدكم مبارك سعيد وصباحكم أسعد إن شاء الله، ودامت لكم الأفراح والمسرات إن شاء الله. إذن متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، جولة صغيرة بمدينة سطات، عروس الشاوية وأحر التهاني من مدينة سطات بيوم العيد. ونلاحظوا متابعينا جولة بالمدينة. سلام كريم، وعليكم السلام أخي، وتحياتنا لكم وتهانينا لعيد، والله يجعل أيامكم كلها أعياد إن شاء الله يا رب. إذن متابعينا كنلاحظوا تبادل زيارات في يوم العيد، حركة يعني ورواج بشوارع المدينة. حركة ورواج بشوارع المدينة في يوم عيد الفطر، والفرحة اللي كنشوفوها في الناس في أعين الناس اللي كيتبادلوا زيارات مع الأحباب ديالهم حكم الظروف اللي عاشوها في الشهر الكريم. فالآن مناسبة هذا اليوم عيد مبارك سعيد اختي زكية، عيدك أسعد أخي أيوب، شكرا ليك، تحية ليكم متابعينا. وكيف ما كنلاحظوا الناس تبادل الزيارات، ناس خارجة كتزور الحباب، متشوقين للجمع اللي مع الحباب. فاحنا الآن بعض الأحياء ديال مدينة سطات. عيد الفطر مبارك أخي عثمان، بخير وسلامة يا رب الجميع إن شاء الله. متمنياتنا لكم متابعينا بأحر التهاني وأجمل المتمنيات إن شاء الله لجميع الأمة الإسلامية، والله يرفع علينا ربي هذا الوباء. وبغينا لو عشنا الأوقات ديال المصلات عامرين، المساجد عامرين، يعني نتمنى ولو أننا عشنا هاد الظروف، لكن نتمنى في العام المقبل إن شاء الله نعيشوا هاد الأحداث. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، فكي دايره الاجواء عندكم نتوما كذلك في المدن؟ فالمدينه سطات اليوم هي ما بداتش بكري شويه بالرواج، كان واحد الهدوء في الصباح. لكن يلا الناس كتعود شويه على الفياق، يلا كيتعودوا شويه على الشهر الكريم. كان الناس تعرفوا مع الصيام، ومع الناس كيكون خدامين كيكونوا يعني بزاف الحوايج. كاين الناس اللي صبحت على الاقل مستريحه واحد شويه على ما اذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات. صباح الخير، مبروك عيدكم، بارك الله فيك على خطك. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، أجمل التهاني والمتمنيات لكم متابعينا. عيد مبارك سعيد كذلك على مغاربة العالم، على الجالية
المغربية المقيمة بالخارج. ان شاء الله بالصحة والهنا. شكرا ليك اخي خالد، شكرا ليك. والله حتى توحشنا هاد الاجواء زوينه تاع عمرو الروج. الصطات كتبان لي خاويه. نعم كريم اخي، في الصطات شويه خاويه، شويه خاويه نسبيا، رغم ان هاد يعني الاحياء السكنيه شويه فيها شويه ديال الرواج بالمقارنه مع المدينه تحت المدينه السنتر او المركز ديال المدينه، فهو شبه فارغ. يعني شويه هاد الاحياء السكنيه والتجمعات السكنيه فيها شويه ديال الرواج بحكم يعني فيها شويه ديال الرواج. على المركز ديال المدينة شوية خاوي. سلام حنان، سلام وعيدكم مبارك سعيد، عيدكم أجمل إن شاء الله متابعينا، والله يجعل أيامكم كلها عيد وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، ونعيشوا كاع الأجواء يعني العيدية من الأول ديالها، صلاة العيد و يعني نعيشوا كاع المناسبة بكل طقوسها. إذن متابعينا مبروك عيدكم، وهذه جولة صغيرة بمدينة سطات، جولة صغيرة بعروس الشاوية، رغم أنها كتعرف واحد شوية ديال كيف ما لاحظ الأخ كريم أنها شوية مازال خاوية. إذن متابعينا متابعي قناة شوف تي في، فاحنا الآن من شوارع أو أحياء، بعض أحياء ديال مدينة سطات، نوجه لكم التحية ونوجه لكم التهنئة بيوم العيد، عيد الفطر المبارك، عيد الفطر الكريم إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. طول العمر إن شاء الله. وطول العمر سلام. أنا من سطات ولكن سكنة أكادير. مرحبا بك أخي علي، مرحبا بك، مرحبا بك اخي علي، مرحبا بك ومرحبا بك في مدينتك. عيد مبارك اخي ابراهيم، عيد مبارك سعيد، وتحيه لكم متابعينا فين ما كنتوا، تحيه كذلك الساكنه ديال مدينه سطات فين ما كانوا، تحيه لكم. و فكيف ما كتشوفوا معنا كذلك فالمقاهي مقفله، يعني كذلك مازال ما حلوش الناس، مازال ما كايناش حركه، مازال ما كاينش رواج. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في، جوله بسيطه ببعض احياء المدينه، مدينه سطات. اتمنى ان الصوت يكون واضح. فكيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا كاينين كذلك كيف ما سبق وذكرنا ان بعض المقاهي كذلك مازال ما حلاتش. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. شكرا لك زكريا اخي، شكرا لك وعيدك مبارك سعيد. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد الناس سطات، اعز الناس واشرف الناس ولك ايتها
الصحفية الشريفة، معكم الصحراوي حسن من قلمي راشدي. شكرا لك أخي حسن وشكرا على تعليقك ومرحبا بك معايا دائما. الحسن حسن صحراوي الوفي لقناة شوف تي في والوفي كذلك المباشرات اللي كيكون معايا دائما من أول المتفاعلين. شكرا لك أخي حسن ومرحبا بك، وتحية الناس قلميمة والراشدية، تحية كذلك الناس الجنوب، وتحية للجميع المغاربة فين ما كنتوا. تحية لكم متابعينا، فكيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا كذلك الناس كاين هنا كرواج، ناس كتبادلوا زيارات، ناس كتشوفوا الفرحه في عيون الاطفال بالملابس بما الى ذلك. حنا كنرجعونا ملي كنشوفوا في الطفل هذاك كيرجعونا لواحد الاجواء ديال الطفوله اللي الطفوله ديالنا. فكل واحد كيشوف هذاك الوليد كيفكر ذكريات وذكريات بالنسبه ليه. اذا نتمنوا ان هذا العيد يكون عندنا ذكرى جميله عند كل واحد فينا، والله يتقبل منا ومنكم متابعينا صالح الاعمال ان شاء الله. ميلود مرحبا بك اخي، مرحبا بك معايا في هذا البث المباشر. وي لاف شوف تي في فروم مانشستر يو كي. نور الدين دحو مرحبا بك اخي، ومرحبا بالناس ديال الجاليه المغربيه فين ما كانوا، وتحنا كنبغيوكم وكنتمنوا اننا نكونوا عند الحسن الظن ديالكم، ونتمنوا اننا كذلك نكونوا يعني كنوصلوا واحد على الاقل واحد الشوق للناس اللي كاينين كذلك. بما ان بعض او الكثير من الزملاء او العديد من الزملاء عندهم هاد المباشر على هاد المباشرات على او جولات مباشره على في شوارع بعض المدن ولا كاع جل المدن اللي عندنا فيهم مراسلين، فكنلقاو كنلقاو هاد الخاصيه اللي خصتنا بها او هاد المنصه باش نشوفوا المدن ديالنا ونوريو المدن للناس اللي هجروها او اللي كاينين في بلاد المهجر اللي تعذر عليهم المجيء. فمتابعينا كذلك لاحظوا المقاهي ماشي جلها مفتوحه، اذا كاين اغلاق من بعض المقاهي عندنا في سطات. اختي مرحبا بك ملكه العمري، تحياتي اختي مرحبا بك عندنا سطات، مرحبا بك اختي. فانا سطاتيه، انا استطيع كذلك وتشرفت بك وبوجودك معايا وبنت بلادي. تشرفت بكم كذلك استطيعين فين ما كانوا، تحيه لكاع خوتنا المغاربه فين ما كانوا كذلك، تحيه ليهم والشكر الموصول ليكم كذلك متابعينا فين ما كنتوا. كتشرفونا اكيد بالتفاعل ديالكم، وتشرفونا على قناه شوف تي في ان يكونوا عندنا متابعين اوفياء بحالكم، هذا شرف وفخر لينا. اهنئكم متابعينا بالعيد او بعيد يوم عيد الفطر المبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر نيابه عن الطاقم الاداري والفني و لقناة شوف تي في. إذن شكرا لكم متابعينا، وغادي نودعكم بعد هذه الجولة القصيرة ببعض أزقة المدينة أو أحياء ديال المدينة. دمتم في رعاية الله متابعينا، وإلى اللقاء وشكرا لكم.